بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم بدون شك. فكر حضراتكم إن الحلقة الأولى كان بدون شك الله موجود، الحلقة الثانية بدون شك الإنسان يحتاج لله، الحلقة الثالثة بدون شك الله يحب الإنسان جدا. أما الحلقة الرابعة المرة دي فهنتكلم عن بدون شك ربنا يسوع ظهر في الجسد، يعني كان موجود في الجسد، شخصية تاريخية. ليه بقول كده؟ لأن إذا كنا في الحلقة اللي فاتت وصلنا باليقين وبالمنطق إن الله كان لازم يظهر في الجسد ويخاطب الإنسان ويحس بيه ويقول له أنا في كل ضيقك تضايقت وأنا تألمت مجرباً زيك فأقدر أعينك، لكن هنا يجي السؤال بتاع بعض الناس اللي عايزة تسأل أسئلة فيها تشكيك، فإحنا نقول لهم بدون شك اللي ظهر في الجسد ده ربنا يسوع المسيح. عشان كده الحلقة بتاعت النهاردة نقدر نديها عنوان بدون شك ربنا يسوع المسيح شخصية حقيقية ظهر في التاريخ. وتعالوا ناخد الحتة دي بشكل من التفصيل. هل في شخصية فعلا من 2000 سنة كان عايش على الأرض اسمه يسوع الناصري أو يسوع المسيح؟ بغض النظر لسه هنشوف الله هو الله الظاهر في الجسد ولا لا، بس على الأقل هل كان في شخصية حقيقية في الأرض عاش وسطينا وسط الناس في فلسطين في القرن الأول الميلادي من 2000 سنة؟ ده اللي هنشوفه النهاردة. الأول أقول لكم بدون شك أيوة طبعا، بس عايزين ندلل. طب تجيب دليلك منين؟ طبعا لو حد بيسأل سؤال زي كده هنقوله الأربع أناجيل كاتبة عن ربنا، والأربع أناجيل دي كتب تاريخية اتكتبت في القرن الأول الميلادي ومعانا منها أجزاء مخطوطات موجودة من القرن الأول الميلادي، فبيكتبوا حقيقة، وإلا كانوا الناس اعترضوا على المكتوب ده، بيتكلموا عن شخص حقيقي مش أسطورة، لأن انتوا عارفين الأسطورة دي بتتكون بعد سنين، لكن منفعش واحد يكون عايش في زمن نفس الشخص ويقول عليه أسطورة. يعني إيه معناها؟ يعني إحنا دلوقتي مثلا قداسة البابا شنودة اتنيح من فترة قريبة، لغاية دلوقتي الناس اللي عاشت أيام البابا شنودة لسه عايشة، فلو كتبت عن البابا شنودة ما ينفعش تكذب، بالذات في الحاجات الكبيرة، أو على الأقل إنه كان موجود واحد اسمه البابا شنودة. فطالما أثناء حياة البابا شنودة أو بعده بحاجة بسيطة لأن كتب بتتكلم عن حياته، يبقى هو كان شخصية حقيقية. في حاجة اسمها أسطورة، إن بعد 200 سنة ناس بقى ما شافتش العصر بتاع سنة 2000 خالص ولا 1900 وسنة بقى 3000، يجي حد يقول كان في واحد اسمه البابا شنودة واحنا بقى ما حدش يعرف الكلام ده، يعني مفيش اثبات، فقعد بيتكلم. لكن لما الاقي كتابات من القرن الاول الميلادي اسمها الاربع اناجيل والرسائل والعهد الجديد تتكلم عن ربنا يسوع المسيح انه كان عايش، نصدقها، اعتبرها حتى كتابات تاريخيه مش كتابات روحيه ولا مسيحيه، كتاب تاريخي بس ما حدش اعترض عليه في القرن الاول الميلادي ان كان في شخص اسمه كده. طب بلاش، من ضمن البراهين القويه لما تيجي تدلل على حاجة تاريخية تشوف الأعداء قالوا إيه. الأعداء المفروض كان اسمهم إيه ساعتها؟ كان اسمهم الغنوسيين. في القرن الأول الميلادي كان في بدعة هرطقة اسمها الغنوسية ضد المسيحية، فلما نلاقي الغنوسيين كاتبين عن السيد المسيح في كتاباتهم اللي اسمها كتب الأبوكريفة، كاتبين عن السيد المسيح وكاتبين عن معجزاته كمان، مع أنهم ما بيؤمنوش بيه على إنه الله زي ما إحنا بنؤمن، بيؤمنوا بيه على إنه إله أو في صفة لاهوتية بغض النظر عن إيمانهم، لكن كاتبين عنه وعن معجزاته من القرن الثاني الميلادي، يعني من 150 وطالع كان في غنوسية وكتب عن المسيح، وفي القرن الأول في كتب مسيحية وكتب عن المسيح، في كتابات ناس اسمهم الأباء الرسوليين من القرن الأول الميلادي وكاتبين عن السيد المسيح في نفس الزمن اللي هو كان عايش فيه. طب بلاش كل ده، أنا بقى هاجي عند الجزء اللي يريح حضراتكم أو يريح اللي بيسأل. إحنا هنجيب كتب مؤرخين، يعني ناس مش مسيحيين اصلا ولا حتى غنوسيين اللي برضو بيعتقدوا في المسيح بطريقه خاصه، لا هنجيب ناس وثنيين، او بقى كمان نجيب ايه، نجيب يهود. هل يا ترى في كتب يهوديه بتقول ان كان في شخص اسمه سيد المسيح او اسمه يسوع الناصري؟ طبعا اشهر كتاب يهودي اسمه الايه، التلمود، التلمود اليهودي طبعة امستردام، التلمود البابلي بيتكلموا عن يسوع وبيتقال ان هو كان بيقول عن نفسه انه ابن الله وصلبناه وموتناه في عهد بيلاطس البومتي، مفيش أوضح من كده. واحد مشهور عندهم اسمه أليعازار ابن هريكانوس، أليعازار اتكلم عن المعجزات العظيمة اللي عملها المسيح، بس هو يهودي، فقال ده عمل معجزات عظيمة
بس ده كان سحر، كان بيستخدم السحر بس، قال انه شخص وانه بيعمل معجزات فائقه. هنشوف موضوع السحر ده هنبقى نجيله. بس اليهود اعترفوا انه كان انسان حقيقي عايش وسطيهم موجود وبيعمل اعمال فائقه. مش بس كده، نقرا في القرن الاول، اخر القرن الاول واوائل القرن الثاني، حوارات ما بين اليهود في فلسطين بيتناقشوا، الحاخامات بتاعتهم بتتناقش وبتقول هل يا ترى يصح ان انسان يشفي المرضى باسم يسوع الناصري اللي كان عايش؟ يبقى واضح انه ما سمعوا عن التلاميذ وسمعوا عن الرسل ولقوا في ناس بتشفي مرضى باسم يسوع، فهما بيتناقشوا ما بينهم كيهود هل دي حاجه حرام ولا نسيبهم. يبقى كان في يهود معروفين ومشهورين وكتبهم الدينيه اليهوديه بتتكلم عن يسوع الناصري، وقلنا انسان على الاقل انه انسان كان عايش في الوقت ده موجود وبيعمل معجزات وباسمه بيتشفي المرضى. في كمان الاكتر من كده، اشهر مؤرخ يهودي على الاطلاق لحسن الحظ كان عايش في القرن الاول الميلادي، هو مات سنه 100، اتولد سنه 37 مات سنه 100. مين ده؟ اسمه يوسيفوس، المؤرخ اليهودي الاشهر والاعظم. طب ده كان عايش، ابتدى اتولد 37 مات 100، يعني حضر الرسل. يا ترى كتب عن المسيح؟ طبعا ده بيؤرخ للقرن الاول. كتب عن يسوع وعن التلاميذ وانه قال عن نفسه انه ابن الله وانه اتصلب، طبعا هو كيهودي ما بيؤمنش بيه كابن الله، لكن بيقول اللي كان بيتقال ايه، وان التلاميذ بيقولوا انه ظهر بعد 3 ايام من موته، هو بيقولوا لان هو يهودي، بس معناه انه كان الكلام ده بيتقال ويسوع ده كان شخص حقيقي. احنا بنتكلم في الحلقه دي يسوع كان شخص حقيقي. يوسيفوس اتكلم عن يعقوب الرسول، اتكلم عن يوحنا المعمدان، اتكلم بوضوح عن الاحداث الموجوده في الكتاب المقدس في الاربع اناجيل. طب دول اليهود، وجبنا اشهر مؤرخ وجبنا كتب اليهوديه. طب هل يا ترى الرومان بعظمتهم في القرن الاول الميلادي، الامبراطوريه الرومانيه ما كتبتش حاجه عن يسوع؟ صحيح هو بالنسبه لهم مواطن في فلسطين مات على الصليب، ايوه بس اكيد سمعوا عنه واكيد سمعوا عن المسيحيين. عشان كده هنلاقي طبعا في الكتابات الوثنيه الرومانيه في القرن الاول الميلادي كتابات تتكلم عن يسوع المسيح من حيث التاريخ. وبرضو نقول اشهر مؤرخ روماني وثني على الاطلاق اسمه كيرنيليوس تاسيوس. كيرنيليوس تاسيوس يسموه في التاريخ مؤرخ روما الأعظم، مؤرخ روما الأعظم، يعني ده اللي كلامه مصدق، ده اللي بيأرخ لروما. كتب عن السيد المسيح، أيوة، وكتب إنه مات وتألم واتصلب في عهد بيلاطس البنطي وكان عايش في القرن الأول واللي بيتبعوه اسمهم مسيحيين. يعني كتابات الوثنية كاتبة الكلام ده وكتير تانين، واحد اسمه لوسيان الصاموساطي، واحد اسمه بليني الصغير، جوليان، كتابات تانية رومانية لدرجة ان واحد متخصص في الحتة دي وخدها يعني رسالة، قعد 40 سنة جاب 3000 مرجع من كل اللغات من القرون القديمة تكون بتتكلم عن شخص ربنا يسوع المسيح، على شرط انها ما تكونش كتابات مسيحية خالص. جاب 3000 مرجع، جمع 17 واحد منهم مخطوطات من القرن الأول الميلادي وطلع بنتائج. أقول لكم إيه النتائج؟ أول نتيجة إن ربنا يسوع المسيح كان إنسان حقيقي في القرن الأول الميلادي. رقم 2، كان إنسان فاضل جداً وكان في فضائله والتزاماته يفوق هليل نفسه. مين هليل ده؟ هليل ده أكتر واحد كان متشدد في اليهود، يعني بيعمل الوصايا صح قوي، ما يغلطش خالص، يحاول ما يغلطش خالص. فاليهود كانوا كاتبين عن المسيح في بعض كتاباتهم إنه كان يفوق هليل في تمسكه بالوصايا وبالناموس، يعني متمسك جدا ما يغلطش أبدا، مع إن هم دول اليهود اللي بيقولوا كده. المهم الراجل ده وصل لإيه؟ يسوع كان موجود، كان إنسان فاضل جدا، وكان بيعمل معجزات فائقة مش مفهومة اتعملت إزاي. ناس قالوا ده سحر، ناس قالوا ان كان بيستخدم اسم يهوى وبيعمل على اساسه معجزات. رابع حاجه قال ان كان ليه تلاميذ. خامس حاجه قال انه اتصلب، دي حقائق لقاها في كتب التاريخ. رقم 6 انه بعد ما اتصلب، بصوا دي،
وجد القبر فارغا بعد 3 أيام. لسه ما قالش قام، لان دول رومان ويهود فمش هيقولوا قام، لكن قالوا وجد القبر فارغا بعد 3 أيام. وبعد كده التلاميذ قالوا ان هم شافوه. وبعد كده المسيحية في خلال قرن من الزمن انتشرت تقريبا في العالم كله، وبقى ناس كتير من العالم بقوا مسيحيين بفضل المعجزات اللي شافوها من التلاميذ، لان التلاميذ والرسل لا كان معاهم قوة اقتصادية ولا حربية ولا سياسية، لكن كانت فقط قوة الروح والمعجزات. ازاي المسيحية تنتشر في قرن من الزمان، قرنين من الزمن، للعالم كله؟ لا، وايه، مش بس معهمش قوة، ده كمان عليهم اضطهاد. التاريخ بيشهد، مش كتب المسيحية، التاريخ بيشهد ان كان اضطهاد للمسيحيين كلهم. طب كان بتنتشر ازاي؟ يبقى كان في معجزات وامور فائقة. الراجل ده وصل للثمان نتائج دول بأدلة بره الكتاب المقدس خالص، ما بصش خالص للأربع أناجيل ولا الآباء الرسولين ولا كتب الآباء. هو قال أنا هجيب مراجع غير مسيحية، جاب 3000 مرجع، وصل ل 17 منهم مخطوطات، مش كتب، مخطوطات بتتكلم عن المسيح، إنسان حقيقي ظهر في القرن الأول الميلادي، فاضل جدا ويتمتع بالفضيلة أعلى من أي حد، بيعمل معجزات محدش قادر يفسر سببها إيه، كان ليه تلاميذ، الناس صلبوه، وبيقولوا انه قام بعد 3 أيام وظهر للتلاميذ وبشروا باسمه في الدنيا كلها، لدرجة ان معظم العالم بقى مسيحي مع حلول القرن الثاني او اخره الثالث. ومن هنا نقدر نتأكد ونقول بالفم المليان بدون شك، ربنا يسوع كان موجود على الارض هنا في القرن الاول الميلادي، شخص اسمه يسوع المصيري. يا ترى هو مين؟ وهل هو اكيد هو الله؟ ويا ترى هل فعلا أمن الأموات؟ ده اللي هنشوفه في الحلقات اللي جاية. بس أرجع واختم بجزء روحي، لأن ده اللي يهمنا. لو كان ربنا يسوع المسيح شخص، هل أنت بتتعامل معاه على إنه شخص؟ ولا هو بالنسبة لك فكرة أو وصية أو حكاية؟ ربنا يسوع زي ما كان موجود في القرن الأول الميلادي، لكن هو الله. فقبل ما يصعد للسماء قال للتلاميذ وقال لنا ها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر. إذا اجتمع 2 أنا أكون في وسطهم. جعلت الرب أمامي في كل حين لأنه عن يميني لا أتزعزع. الله ظهر لنا شخص ينفع تكلمه وتتخاطب معاه ويرد عليك. هو مش فكرة، هو حقيقة، شفناه بعنينا ولمسناه بإيدينا لما كان على الأرض في هيئة التلاميذ. ودلوقتي تقدر تكلمه، مش بس تكلمه، تحضنه وتاخده في جسدك وفي دمك لما تاخد جسده ودمه من على المسبح كل يوم. ياريت يكون ربنا بالنسبة لنا شخص مش فكرة. نشوفكم الحلقة اللي جايه.